كان ورد عن أحد الصحابة وضع جديد على القبر؟ ورد عن البرز الأسلم رضي الله عنه، وورد عن آخرين أيضا، ولكن تقدم بالأمس حدثنا وضع أنك حاضر، قلنا أنه الراجح المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، لعله يخفف عنهما يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما يعذبان كما في منطوق الحديث، قال إنهما لو يعذبان هما يعذبان في كبير، إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان، فما يدرك أنهما يعذبان حتى تضع جريدة. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم علل العلة الأخرى، قال لعله يخفف عنهما، وما يدرك أنه خفف عنهما أيضا، وأيضا ما يدرك أن تعذابهما كان لفسق أو لكفر، حتى التعذيب يعني هذا أنك علمت أنه يعذب، وما يدرك أنه يعذب لفسقه أو يعذب لكفره، يعني لك الظواهر، لكن الله جل يعلم السر وما أخفى، قد يكون لسبب آخر. فبالتالي ما في مجال لوضع ورود أو وضع جريدة على القبر، هذا يمنع منه ولا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما فعله إلا مرة واحدة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة.